السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي وقناتكم السليمة زينب وورلد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نصلي وعلى النبي. أول حاجة نتمنى تردوها مع بعضياتنا باش نديو الأجر جميعا إن شاء الله بإذن الله. فكيف ما كتلاحظوا معايا هنايا شاركت معكم واحد الحلوة اللي هي رائعة وسريعة في التحضير وبمقادير سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت بثلاث مكونات فقط اللي هي الدقيق مع البودرة ومع الزبدة. فخليكم على فيديو باش تشوفوا الطريقة. ننصحكم باش تجربوها حيتاش غادي تعجبكم. فهانتوما كيف ما قلت لكم يعني ثلاث مكونات فقط، البودرة ديال الفانيليا أرومالي اللي هي فيها المكونات ديالها فيها السكر ساندة وفيها النشا ديال الذرة وفيها كذلك الفانيليا أرومالي، يعني هي بالنكهة ديال الفانيليا أرومالي. ممكن تستعملوا أي بودرة، يعني البودرة ديال الشوكولاتة، يعني أي بودرة بأي مذاق بغيتو. فهنايا عندي 250 غرام ديال الزبدة وعندي الدقيق الأبيض يعني من النوع المميز الخاص بالحلويات، وعندي هنايا ملعقة صغيرة ديال الملح باش نعدلوا الأذواق. فهنايا من بعد ما ضفنا الزبده ضفت عليها، يعني الزبده تكون على حراره المطبخ، عفوا نسيت ما قلتهاش لكم، يعني قبل ما نستعملوا هذه الزبده هذه خاصنا نحيدوها، يعني تكون من الصباح، يعني نخرجوها من الثلاجه باش تكون على حراره المطبخ باش تجينا سهله في العجينه، حيت الا كانت في الثلاجه كتجي شويه قاسحه في العجينه، فكتفضل ان تكون مره ديال الثلاجه يعني وتكون على حراره المطبخ كيف ما قلت لكم باش تجي سهله. فهنايا حاولت انني نوريكم ان البودره يعني فيها حبيبات ديال السنيده، انكم ما تحتاجوش تزيدوا السكر حيتاش كيجي المذاق ديالها هو هذاك، يعني ما تيجيش فيها السكر بواحد النسبه عاليه ولكن كتجي هي هذيك بالنسبه للناس اللي ما تيعجبهمش السكر بزاف او الحلاوه. فهنايا من بعد ما ضفنا البودرة على الزبدة فكنحاولوا اننا نخلطوا العجين باش يتجانس لينا مزيان الخليط، يعني يتجانس لينا الزبدة مع البودرة والملح اللي زدنا. فكيف ما كتشوفوا على هذه الطريقة هذه كنحاولوا اننا نمزجوا الخليط مزيان. فهنا حبيباتي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا كنزيدوا الدقيق شويه بشويه حتى كنحصلوا على عجينه رخيفه، يعني العجينه خاصها تكون ما تكونش قاسحه بزاف، خاصها تكون رخفه باش تجينا الحلوه شويه هشيشه. فخليكم على فيديو ان شاء الله ونحصلوا على الخليط اللي بغينا. فكيف ما قلت لكم غتبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه، ما تضيفوش بكثره باش ما تجيكمش العجينه قاسحه بزاف، حيت الا جات العجينه قاسحه كتفرتت وكتجي صعيب اننا نكوروها واننا نحصلوا على الشكل اللي بغينا. فخليكم على فيديو حتى نحصلوا على العجينه اللي بغينا. وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد، وعم نوالوها كل العباد. الشمس منه والبدور، ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدور، ولم يكن الهدى لولا بورا، ولم يكن الهدى لولا
ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا فهنا حبيباتي كيف ما كتشوفوا اننا جمعنا العجينه ديالنا شويه بشويه كنجمعوها كنزيد الدقيق شويه بشويه ونجمعوا العجينه ديالنا حتى كنحصلوا على العجينه اللي بغينا كيف ما قلت لكم تكون شويه يعني العجينه رطبه ما تكونش قاسحه بزاف باش هكذا نقدروا نشكلوها فهنا يا حبيباتي كيف ما قلت لكم حنايا هنايا كنضيفوا يعني الدقيق بكميه قليله فردوا بالكم يعني تبقاو تضيفوا الدقيق بكميه قليله باش ما تضيفوهش يعني بكميه كثيره وتجيو تجمعوا العجينه وتلقاوها قاسحه يعني وغادي تجيكم صعيبه انكم تحصلوا على هذا الشكل اللي بغينا نحصلوا عليه فكيف ما كتلاحظوا هنايا حصلنا على العجينه اللي بغينا يعني تكون العجينه رطبه باش تجينا سهله اننا نحصلوا على الشكل اللي بغينا فغادي نشكلوا العجينه ها نتوما كتشوفوا يعني تحصلوا على العجينه تكون رطبه هكذا يعني باش تجيكم في التشكيل ديالها يعني سهله وزوينه وتطلع معاكم هي هذيك فكنشكلوها هنايا على شكل غريبه فعلى حسب اللي بغى يديرها كويرات كبار يكبرها اللي بغى يديرها كويرات صغار على حسب يعني كل واحد كيبقى لكم الاختيار فانا كتعجبني انها تكون كبيره حيت فاش كنجيو نبركوا عليها يعني نفتحوا فيها ديك الفتحه الوسط فكتجيني صغيره ويعني ما كيعجبنيش الشكل ديالها فمن الاحسن انها تكون كبيره باش تحصلوا على الشكل اللي شفتوا في الفيديو في الاول ديال الفيديو عفوا فهنايا للتزيين كتحتاجوا بياض البيض فقط مع كاوكاو يكون محمر يعني على حسب انا كنفضل كاوكاو تيكون محمر حيتاش يعني ما نعطلوش الحلوه في الفرن يعني مده طويله فتيكون من الاحسن انه يكون محمر كيف ما شفتوا معايا انا عندي كميه ديال الكاوكاو يعني محمر نقيتها من القشور ديالها ودوزتها شويه في الهشوار حتى حصلنا على هاد الشكيلات يعني مربعات صغيره فكنكوروا العجينه ديالنا وتنفندوها يعني في الكاوكاو كندوزها في بياض البيض اول حاجه وتنفندوها في الكاوكاو اللي على هذا الشكل هذا وكنحطوها في الطاوه يعني راه فايت ليا صيبت العجينه الاولى غير باش ما نطولش معكم في الفيديو غادي نوريكم غير فقط الطريقه ديال يعني التكوير ديال العجينه الثانيه فباش ما نطولش معكم في الفيديو العجينه راه نفس الطريقه يعني غير درتها بنكهه مختلفه العجينه الثانيه درتها بالبودره ديال الكاوكاو يعني البودره ديال كاكاو شوكولاتة فكيف ما قلت لكم راه بزاف كاينين بزاف ديال النكهات في هذه البودره هذه وركزوا على البودره اللي يكون فيها السكر اما الا خديتوا يعني بودره ما يكونش فيها السكر او سنيده فانتوما كتضيفوا كاس ونص ديال السنيده على حسب الذوق اللي بغيتوا يعني تحصلوا فيه على على حسب يعني النسبه ديال الحلاوه اللي بغيتوا تحصلوا عليها في الحلوه ديالكم فمن الافضل انكم تاخذوا يعني البودره اللي تكون فيها سنيده فكتجي هي هذيك يعني من ناحيه المذاق ومن ناحيه الحلاوه كتجي هي هذيك وكتجي رائعه الصراحه يعني اكثر حلوه عجبتني بزاف هي هذه يعني سهله والمكونات ديالها حتى هي سهله يعني بدون بيض بدون زيت كيف ما شفتوا بثلاث مكونات فقط كتحصلوا على شكيلات زوينه يعني والمذاق يعني بجوج مذاقات مختلفه فهنايا من بعد ما سالينا الطريقه ديال التحضير فهنايا كيف ما كتشوفوا كنحتاجوا الغلاق يعني الا ما عندكمش هاد اللعيبه هذه اللي غادي تفتحوا فيها اللي غادي تديروا فيها هذيك الفتحات يعني هذوك الخويات في الوسط ديال الحلوه فغادي تحتاجوا فقط الغلاقه ديال القرعه ديال الماء عاديه غادي تبقاو تبركوا عليها في الوسط هكذا وغادي تبركوا عليها مزيان حيت الا ما بركتوش مزيان فاش كتطلع الحلوه ديالنا في الفرن كتطلع وكتختفي هذيك الثقبه اللي درنا حنايا الوسط فكتطلع الحلوه وكتختفي يعني راه مازال غادي نوريكم هنايا في الاخر ديال الفيديو حيت خليت وحده يعني ما بركتش على هذيك الخويه مزيان وخليتها باش نوريكم الطريقه انها كيفاش كتكون الا طلعات فهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه الثانيه اللي قلت لكم فنفس المكونات 250 غرام ديال الزبده وساشيه ديال البودره ديال الكاكاو الشوكولاته وملعقه صغيره ديال الملح وجمعت العجينه بالدقيق الابيض يعني الخاص من نوع مميز الخاص بالحلويات فمن بعد ما جمعت العجينه كيف ما قلت لكم كنشكلوها على هذا الشكل هذا وكنحصلوا على هاد النتيجه من بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الفران فهذه هي النتيجه ديالنا
فكيف ما كتشوفوا يعني حلوة رائعة، لا في الشكل لا في المذاق، صراحة رائعة. فهنايا اللي قلت لكم راه خليت لكم واحدة ما بركتش على الخوية ديالها مزيان، فهنتوما كتشوفوا يعني طلعات في الفران، طلعات هذيك الخوية ما بقاتش باينة. فهنايا للتزيين غادي نزينو بالصوص كراميل على حسب الذوق، كاين اللي تيعجبو الكونفيتور يعني مربى من اي نوع استعملوا، او لا الشوكولاته يعني تعمروا هذوك الخويات بالشوكولاته، المهم كيبقى هنايا على حسب الاختيار. فانا اختاريت انني نعمر هذوك الخويات بالكراميل، حيت فاش كينشف هذا الكراميل هذا كنخليه حتى كينشف، يعني تيعطي حتى هو واحد المذاق اللي هو هائل ورائع. وبالصحة والراحة، ونتمنى الحلوة السهلة والرائعة تنال الإعجاب ديالكم، وتخليوا ليا لتحت التعاليق النتيجة اللي صايبت الحلوة. فنتمنى ترجع وتخلي ليا تعليق تقول ليا الحلوة كيف جاتها وكيف طلعت. فهنايا بغيت نشارك معاكم واحد الطريقة عاوتاني أننا نزينوها يعني بخطوط صوص شوكولاتة على حسب الاختيار. فاللي بغا تزينهم يعني هكذا خطوط ديال صوص شوكولاتة تزينهم، اللي بغا تخليها فقط هكذا على هذا الشكل هذا بالكراميل فعلى أي يعني راه الشكل ديالها زوين ورائع. فالطريقة ديال الطياب ديالها في الفران كنطيبوها على 100 درجة، البنات ركزوا على هذه، كنشعلوا الفران على 100 درجة يعني، وكنحطوها في الفوق حتى كتطلع لينا مزيان، عاد كنزلوها لتحت ودغيا كطيب. سبحان الله العظيم راه دغيا كطيب، حيت يعني كتجي العجينه ديالها رخفه ودغيا كطيب في الفران، وش هي طيبه. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، ما تنساوش لايك واشتراك، وتخليوا ليا تعليق اللي يحفزني باش نعطي اكثر واكثر. وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد، وبصحه والراحه الحلوه، وتهلاو في راسكم. قمر